بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في المحاضرة الـ13 Project Stakeholder Management. كنا اتكلمنا قبل كده أيام الفريم ورك عن الستيك هولدرز، وقلنا إن هم أصحاب المصلحة، وقلنا إن من أمثلتهم ممكن يكون الفانكشنال مانجر، السبونسر، الكاستمر، الكلاينت، ممكن يبقى البروجكت مانجر نفسه واحد من الستيك هولدرز، ممكن جيران المشروع اللي حوالين المشروع، ممكن مؤسسات تانية بتتعامل مع الشركة بخصوص المشروع ده، كل دول يعتبروا من الستيك هولدر، وقلنا ان هو ممكن يكون يعني بيتأثر ايجابا او بيتأثر سلبا بالمشروع. طيب عندنا في الشابتر ده في 4 بروسيسز. الاولى ايدنتيفاي ستيك هولدرز، ان انا بعرف مين هم الستيك هولدرز، وبتكون البروسيس دي في الانيشيشن. البروسيس الثانيه بلان ستيك هولدر مانجمنت، زي اي شابتر كنا قلنا لازم بنعمل فيه خطه لاداره الجزء ده من الفرع العلوم او النولج اريا. والبروسيس الثالثه مانج ستيك هولدر انجيجمنت، بعمل يعني اداره لمشاركه الستيك هولدرز دول في المشروع، ودي بتكون طبعا في الاكسكيوشن. والبروسيس الاخيره كنترول ستيك هولدر انجيجمنت، ان انا براقب وبعمل تحكم في مشاركه الستيك هولدرز. البروسيس الاولى معانا ايدنتيفاي ستيك هولدرز، بعرف الستيك هولدرز. تعريف الستيك هولدرز بيجي في مرحله الانيشيشن، وبينتج عنه ستيك هولدر ريجستر، سجل موجود فيه اسماء وبيانات كل الناس والتفاصيل اللي هنتكلم فيها بعد شويه. السجل ده دايناميك معايا، بيفضل يتحدث باستمرار. مش معنى ان انا عرفت مين هم الستيك هولدرز في مرحلة الانيشيشن يبقى خلاص ان انا هنسى السجل ده، لا، السجل ده دايناميك، هيفضل ان هو بيتحدث معايا زي السجل بتاع الريسك اللي هو الريسك ريجسترز، اللي كنا قلنا الريجستر ده بيفضل انه يتحدث باستمرار. التول والتكنيك الرئيسية معانا ستيك هولدر اناليسز. المقصود بستيك هولدر اناليسز ان انا ابدا اتطلع كده واشوف مين هم الستيك هولدرز اللي عندي، ومش بس اسجل اسمائهم ونمر تليفوناتهم والادرس، لا، كمان اسجل الراجل ده اهتماماته ايه، هو عايز ايه من المشروع، الراجل ده مدير ولا يعني واحد في الانترميديت ليفل ولا واحد في ليفل ضعيف، تأثيره قوي على المشروع، يعني صلاحياته كبيرة، يقدر فعلا ان هو يغير، يقدر ان هو يعارضني بشكل كبير في قراراتي، هيدعمني ولا هيبقى ضدي. محتاج ان انا ابقى مصنف الناس دي كلها اللي بتعامل مع المشروع عشان مصلحة المشروع. عطيني هنا خطوات للتحليل analysis steps. الخطوة الاولى ان انا بعرف الستيك هولدر ده الرول بتاعه، دوره ايه، ديبارتمنت تابع لانهي قسم، الانترست الاهتمامات بتاعته في المشروع ايه، النوليدج معرفته والعلوم اللي هو عنده، الاكسبكتيشن هو منتظر ايه من المشروع، منتظر حاجه من البرودكتس مثلا، منتظر انه يشارك في المشروع في جزئيه معينه، منتظر ريبورت معين، ابقى عارف الاكسبكتيشنز بتاعته ايه، الانفلونس ليفل مستوى التاثير بتاعه، هل صلاحياته العاليه تخليه يعني تاثيره يبقى عالي ولا التاثير ضعيف. النقطة الثانية analyze potential impact، impact أو التأثير المتوقع، prioritize and classify each stakeholder. الستيكهولدرز بعد ما بعرفهم بعمل لهم prioritize أو يعني ترتيب للأولوية وتصنيف ليهم عشان أقدر إن أنا أعملهم categories وأقدر إن أنا أتعامل معهم بشكل أسهل. النقطة الثالثة assess how key stakeholders are likely to respond in various situations، ببقى مقيم ردود افعالهم وهيتصرفوا ازاي او هيستجيبوا ازاي في المواقف المختلفه. وهنا اعطيني 4 مودلز للكلاسيفيكيشن. الثلاثه الاولانيين يعتبروا 2D او 2 دايمنشن، لكن الاخير اللي هو الرابع يعتبر 3 دايمنشن. طيب نبدا الاول في الموديل الاولاني وهو اشهرهم اللي هو باور انترست جريد، زي ما شايفين في الشكل اللي موجود قدامنا اللي هو عباره عن مستطيل موجود فيه محور افقي وراسي. المحور الافقي ده الانترست، المحور الراسي الباور. الانترست يعتبر اهتماماته، والباور سلطاته، هل سلطاته قليله ولا عاليه، وهل اهتماماته قليله ولا عاليه. وهنا جايب لي 4 كاتيجوريز على حسب، لو هو سلطاته قليله واهتماماته قليلة خلاص يبقى ده اعمل له مونيتورنج، اراقبه بس عن بعد كده. لو هو اهتماماته عالية هاي انترست بس ملهوش سلطة، سلطاته قليلة او ضعيفة
خلاص يبقى keep informed، ابقى ابعت له يعني باستمرار تقارير كده بس وخلاص، ان هو يبقى على علم بالموضوع لان هو عنده interest في الموضوع لكن ملوش power عالي. طيب ننتقل لو الباور عالي بس الانترست قليل، لو ما كانش مهتم بالمشروع قوي بس الباور بتاعه كبير، يبقى keep satisfied، احاول ان انا اخليه راضي، يعني انت عايز ايه بس وانت يعني خلاص هديك اللي انت عايزه، keep satisfied. الاخير بقى اللي هو high interest و high power، ده بيبقى مهتم جدا بالمشروع وكمان سلطاته عالية، ده لازم يبقى اعمل له ادارة عن قرب، manage closely، ابقى يعني حطه في الصورة في كل كبيرة وصغيرة وباستمرار قريب معايا في اتخاذ القرارات. وهنا اعطيني ثلاثة مودلز تانيين زي ما قلنا، الباور انفلونس جريد والانفلونس امباكت. الثلاثة الاولانيين زي ما بنقول هم 2D، يعني زي برضو المودل الاولاني، محور افقي ومحور رأسي، وعلى حسب هو هاي ولو في كل واحدة. الموديل الاخير اللي هو السالينس موديل او اللي بنسميه الموديل بتاع الاظهار، ده بيشارك ثلاث عناصر او بيدمج ثلاثه بارامترز، الباور الارجنسي ليجيتيمسي. الباور اللي هي السلطه، الارجنسي مدى الحاح الموضوع ومدى ان هو طارئ ولا لا، الليجيتيمسي مدى شرعيته. وزي ما شايفين في الدوائر اللي قدامنا دي، هو بيحاول ان هو يدمج ما بين التلاتة دايمينشنز دول، بحيث ان انا لما باخد تلاتة دايمينشن بقدر ان انا اعمل تقليل بشكل كبير للجروبس او للكاتيجوريز اللي فيها الستيك هولدرز، فاحصر الستيك هولدرز بشكل اكبر، بيبقى عندي بدل ما كان عندي هنا اربعة جروب بس، لا هلاقي ان انا بقى عندي سبعة جروب، فبالتالي قدرت احصر بشكل اكبر الكريتيكال ستيك هولدرز. الاوتبوت الرئيسي عندي من البروسيس دي هي الستيك هولدر ريجستر. الريجستر هيبقى على شكل داتابيز او جدول، الجدول ده موجود فيه البيانات بقى اللي اتكلمنا فيها كلها، مش بس النيم والاورجنايزيشنال بوزيشن واللوكيشن والرول والكونتاكت انفورميشن، الحاجات الطبيعيه المعتاده اللي هي بنسميها ايدنتيفيكيشن انفورميشن، لا كمان هيشتمل على الاسسمنت او نتيجه التقييم اللي انا عملته من شويه على حسب الريكويرمنتس بتاعته، الاكسبكتيشن توقعاته، الانفلونس المحتمل تاثير المحتمل، الفيز ان لايف سايكل وذ ذا موست انترست، اند هي يعني جزء في اللايف سايكل بتاعت المشروع هو مهتم بيها بشكل كبير. ممكن فانكشنال مانجر مثلا مهتم بموضوع السيفل، هيبقى مهتم جدا بالستراكشر والفاونديشن، واحد تاني خاص باعمال الديكوريشن والفينش هيبقى مهتم باشكال الديكور، الكلاينت نفسه هيبقى مهتم بالمنظر الخارجي للواجهة واعمال اختيار الالوان بتاعت الدهانات وكده، ومثلا الفرنيتشر لو في فرنيتشر، وبالتالي كل ستيك هولدر هيبقى يعني ممكن ان هو يكون داخل في احد المراحل من اللايف سايكل او في اكتر من مرحلة. في الستيك هولدر ريجستر اقدر كمان احط حاجة عن الستيك هولدر كلاسيفيكيشن، التصنيف بتاعه هل هو انترنال جوه المؤسسة بتاعتي ولا اكسترنال من مؤسسة تانية، طباعه ايه، هل هو سبورتر هيبقى داعم ليا ولا ريزيستر مقاوم ولا نيوترال متعادل. بيفرق معايا جدا لما اجي اخد القرارات ابقى عارف مين هم الريزيستر، مين هم اللي محتمل ان هم يعارضوا القرارات، ويعني الاداره البروفيشنال بتقول ان انا مش شرط هبقى فاكر كل شيء في راسي يعني او في دماغي هبقى حافظ كل حاجه، فانا محتاج يعني ابقى مسجل الكلام ده عشان لما اجي افكر في قرار مصيري ابدا اراجع الستيك هولدر ريجستر واشوف مين هم الناس اللي ممكن يكونوا ريجستر. وزي ما قلنا الستيك هولدر ريجستر يعتبر دايناميك دوكيمنت، هيبدا انه يتحدث معايا، ممكن يكون اتعمل في الانيشيشن لكن خلال فترة عمر المشروع لازم انه هيتحدث، وهضيف فيه سواء اسماء ستيك هولدرز جداد او هضيف فيه بيانات جديدة ما كنتش عارفها عن الستيك هولدرز اللي عندي.